كلنا بنبقى مشحونين طاقة سلبية، بننزل الشارع، المواصلات صعبة، الدنيا ملخبطة، الواحد بيبقى عايز يرجع كده يركلس ويبقى قاعد ويتشحن طاقة إيجابية. إزاي نشحن نفسنا طاقة إيجابية وإزاي نبقى إيجابيين أكتر وننظر للحياة نظرة ملونة وفريش؟ ده اللي هنتعلمه من خلال وجود حنان زينال. حنونة حبيبي يا نونزي، يا حبيبي اخبارك ايه؟ الحمد لله، الف مبروك يا حبيبي. ايه رايك في الشارع؟ اللي حلمت بيه يا شريف. اه ده حقيقي، اللي حلمت بيه احلامك فظيعه. يلا، يعني ايه الواحد يشحن نفسه طاقه ايجابيه؟ يعني يبقى روحه متوصله باللي خلقه. طول ما روحه متوصله باللي خلقه يفضل مشحون ومنور. يعني الواحد يسبح بقى ولا يعمل ايه؟ يسبح ويذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طب وفي ديانات اخرى؟ مش مهم، ما هي الذكر عندهم في كل الكتب، في كل الكتب السماويه، والذكر موجود، حتى الطاقه النورانيه موجوده في الكون، حتى لو هو مش متوصل اصلا، متوصل باليونيفرس اللي خلقه ربنا. اوكي، فهو في الاخر الطاقه مليانه في كل حته. فبتتوصل ازاي؟ لما انت وانت تتصل. طب ساعات انا اشوف شخص واحد او واحده واحس ان انا عايز امشي، لا انا ليه؟ أيوة. وفي ليه ناس ثانيه انا عايز اقعد جنبهم معاهم. ليه؟ احنا عندنا هاله زي الاوزون اللي مغلف الارض، عندنا هاله. الهاله دي، طب الاوزون اتخرم، الهاله لو اتخرمت يحصل ايه؟ ما هو ده اللي بيحصل بقى، تروح مخبوط زي ما الاوزون اتخرم عندنا في الكره الارضيه، فكل شويه بنتخبط بالحاجات اللي بتحصل في الكون. احنا كمان لما بيحصل ان الهاله بتاعت جسمك تتخرم او تتقطع، اللي بيحصل انت بيجيلك امراض، نفسيتك بتتعب. فالهالات دي بيبقى ليها درجات، ليها طول موجي. الطول الموجي ده اول ما يختلف يحصل التجاذب او التنافر، فبيحصل ليفلز او مستويات. اوكي، بس طول موجي معين. الاطوال الموجيه هي اللي بتخلي الناس زي ما بيقولوا ايه، الارواح جنود مجندة وتتلاقى منوره. ميرسي يا حبيبي، معانا دايما مشرفاني. تسلم. لاف يو. طيب